يا سلام يا سلام يا سلام يا جماعة، إنتاج النمص بسم الله ما شاء الله تبارك الله، كلها مباشرة على طول على طول يعني هذه تلطف الأجواء الحين. يا سلام، هذا كله بأخذه، ورني المزرعة أبغى هناك. يا سلام يا سلام، توكلنا على الله، نعد طفرة ولا طازة. كم عددها؟ فوق 20,000. 20,000 في كم بيت محمي؟ 3 بيوت ما شاء الله بالنماص، وإنتاج يا عمي تاخذ وتاكل على طول بدون غسيل، كل شيء مرتب بسم الله ما شاء الله. بسم الله احنا شوي شوي وتسيل، تسيل خلاصه الفراوله ما شاء الله تبارك الله. هذه شتله وانتاج ما شاء الله، يعني يقدر يشتري شتله ويقدر يشتري فراوله. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. شوف هذه شتله جديده، صلاتي على النبي. الشتله تعطيني 5-6 شتلات. ما شاء الله 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 تبارك الله، وحمرة من الداخل ولذيذة يا جماعة، والله العظيم سكرية، سكرية بمعنى كلمة سكرية، غير عن الفراولة اللي ناكلها الحامضة ذيك. ما شاء الله ما شاء الله جماعة، حنا بالسعودية بالنماص منطقة عسير. ايش عندك ابو مشعل؟ والله عندي تنظيف وعندي تنظيف. هات هات هات، يعني يعني تبدأ تقول لي ذا تنظيف؟ جماعة أقسم بالله بلا مبالغة، سكر من الداخل حمراء. أمسك أبو مشعل بالله، أمسك أمسك أبو مشعل، أمسك أمسكها كلها، أمسكها كلها بسم الله. جماعة من الداخل حمراء ومن الخارج حمراء، لذيذة سكرية بالكامل بسم الله. شوف أحمر من الداخل، مو زي الجاهز اللي قاعد نشتريه، احمر دم يا جماعه، ولذيذه وسكريه وانتاج النمص، مزرعه ريف الفراوله بالنمص، مفتوحه للجميع، مفتوحه بالجميع على الشارع العام، الجميع يمر عند ابو مشعل ينبسط. يا مرحبا ما شاء الله ما شاء الله.